ماذا يعني لك العراق؟ سؤال أجاب عنه العراقيون. من الدوحة، الجماهير العراقية تهتف لغزة. امرأة عراقية تقاطع خطاب نانسي بيلوسي. والمزيد في هذه الحلقة من يو تريندينج، ابقوا معنا. أهلا بكم. لا يخفى على الجميع أن موضوع الخدمات بقطاعاتها المختلفة وخلال السنوات الأخيرة طرحت نفسها وبقوة كواحدة من المشاكل الواجبة الحل والنقاش. دائما ما يتم تداول فيديوهات تظهر سوء الخدمات التي تعاني منها أغلب المناطق في جميع مدن العراق، كالفيديو التالي من البصرة وتحديدا من منطقة الماجدية الثانية، والتي بدأ واضحا سوء الخدمات في شوارعها التي غمرتها مياه الأمطار وجعلت السير فيها شبه مستحيل. مواطن بصري قام بنشر هذا الفيديو ليوضح معاناة ساكني الماجدية. لنشاهد سويا. من داخل محافظة البصرة قضاء الهارثة أحييكم. أصبحت الماجدية مهمشة والأعمار داخل محافظة البصرة والأطراف مهمشة. من داخل محافظة البصرة قضاء الهارثة أحييكم. أصبحت الماجدية مهمشة والأعمار داخل محافظة البصرة والأطراف مهمشة. فيديوهات كهذه دائما ما تلاقي تعليقات كثيرة في فيسبوك. جلال لؤي كتب يقول: التبليط أصبح من الأمور المستعصية في العراق لرداءة المواد المستخدمة وعدم وجود استدامة وصيانة عاجلة للشارع، وهذا الحال مو حال البصرة فقط، كل العراق هيك. مع الأسف العراق رجع للقرون الوسطى وهم أسوأ. سالم مكي قال: أين المسؤولون الخيرون في هذا البلد من هذا الوضع المتردي من الخدمات؟ ارحموا أبناء شعبكم، يكفي ما مر به من آلام وويلات. أبو فؤاد أيضا كتب تعليق جاء فيه: شوف الشوارع اللي يشوفها يقول هاي الصورة بسنة 1970 مو 2024. عم يشوفوا العالم وين وصلت، للمريخ وإحنا بعدنا نعاني ونطالب بأبسط الخدمات. شارع مبلط، لو مي نظيف، لو كهرباء. صدق كذب، والله عيب عليكم يا حكومة. هذه كانت مشاهدينا بعض التعليقات اللي جاءت على هذا الفيديو اللي شاهدناه من البصرة. ننتقل الآن إلى الموصل، وفيديو منتشر يظهر فريق طبي في إحدى مستشفيات الموصل بمحافظة نينوى نجح بإعادة النبض لطفل تعرض لمشكلة صحية وتوقف نبضه. شاهدوا معي. إشادات واسعة لقاها الكادر الطبي بعد انتشار هذا الفيديو. سعد جاسم قال: الحمد لله، أحس بفخر من أشوف عندنا هيك كادر طبي يشتغل بضمير وإنسانيته عالية، ربي يكثر من أمثالهم. أما مريم عماد: أبطال الكادر الطبي والممرضين، شكرا لنشر حالة إيجابية عنهم، لأن أكثر ناس مظلومة هم ودائما يتهمون بالتسيب وعدم الإنسانية تجاه مهنتهم. أما حسام الدين علي فقال: بعيدا عن إنقاذ الطفل، لفتني موضوع وعندي سؤال، ليش العناية المشددة مليانة ناس وهوسة؟ شو وقت نتعلم نحترم ثقافة السلامة داخل المستشفيات اللي أغلبها للأسف أصبحت كالكراجات؟ هذه أيضا مشاهدينا كانت بعض الآراء اللي جاءت على الفيديو اللي شاهدنا من المصر. نكمل في الترند العراقي. من العراق وإلى العراق، فيض من مشاعر خطتها قلوب شعبه قبل الحروف بعد أن سألت فتاة في فيديو انتشر على السوشيال ميديا: ماذا يعني لك العراق؟ تباينت الآراء والمشاعر والوجوه، لكنها توحدت في حب الوطن. الفيديو انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي ولاقى تفاعل كبير. لنشاهد. شاهدنا الجماهير العراقية كانت حاضرة وبقوة في الدوحة لمساندة منتخبنا الوطني، ورغم حماسهم الكبير لتشجيع المنتخب في رحلته نحو كأس آسيا، إلا أنهم لم ينسوا الهتاف لغزة الصمود والشعب الفلسطيني. نحيا للعلم، نحيا للعلم،
من هذا الفيديو ننتقل إلى الترندات الفنية. بعد 8 أعوام من صدور آخر ألبوماته، أطلق القيصر كاظم الساهر فيديو كليب لقصيدة يا وفية التي يمهد بها لصدور ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل عنوان كاظم مع الحب، وحدد موعد صدوره كاملا يوم 14 من شهر شباط المقبل بالتزامن مع عيد الحب. صور ساهر يا وفية في مدينة إسطنبول التركية، وهي من كلمات رفيق دربة الشاعر الراحل كريم العراقي، وتولى الساهر تلحينها بنفسه. الأغنية المصورة تصدرت المرتبة الأولى في المحتوى الموسيقي الرائج على يوتيوب في العراق. والمواضيع المتداولة فيه، ننتقل إلى الترند العربي وإلى فلسطين. أظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي اعتداء جندي من جنود الاحتلال الإسرائيلي بالضرب على طفل فلسطيني بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، ما أدى إلى إصابة الطفل برضوض وفق أحد أقاربه. من الخليل ننتقل إلى غزة، وفيديو أظهر نازحين في مدرسة فلسطين بخان يونس يجمعون مياه الأمطار وسط الحصار المفروض عليهم وافتقارهم إلى أساسيات الحياة. مشاهد مؤثرة انتشرت أيضا لهجوم الأهالي في غزة على شاحنة تحمل أكياس الطحين ودموع آباء بعد تمكنهم أخيرا من الحصول عليها لسد جوع عائلاتهم. أشهد أشمال وأشهد نتين من الجوع أشهد أشمال وأشهد مشاهدينا، رغم كل الحرب والحصار إلا أن الشعب الفلسطيني يثبت دائما أنه شعب عاشق لأرضه ووطنه. شاهدوا معي هذا الفيديو لطفل قام برفع العلم الفلسطيني فوق أنقاض منزلهم المدمر. موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك موطني موطني الجلال والجمال والسناء المزيد من أحداث وقصص السوشيال ميديا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد، نكمل حلقتنا مع أبرز الترندات العالمية ونبدأ مع فيديو من أمريكا. ظهرت فيه امرأة عراقية تصرخ بصوت جريء وقوي وسط حشد انتخابي داعم لنانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة. صرخت قائلة: أنت متواطئة في جرائم الإبادة الجماعية، قتلتم 1,000,000 من شعبي و70,000 أفغاني والآن 30,000 فلسطيني، الحرية لفلسطين. لنشاهد الفيديو سويا. Pelosi, you are complicit in the Israeli crime of genocide. I'm an Iraqi refugee and I watch your government you represent
people. You killed 70,000 Afghans. And now, over 30,000 Palestinians have died due to your complicity. We demand an end to the Zionist occupation of Palestine. We demand an end to the 17-year-long brutal siege of Gaza to be lifted. We demand an end. End the occupation now. 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 Free, free Palestine. 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 Free, free. المعلقون وصفوا تصرف هذه السيدة بالشجاع. فاضل كتب قائلا: قالت كلام لم يستطع أن يقول حكام العالم، هي أشجع من بعض الذين يزعمون أنهم زعماء. محمود دافوس كتب يقول: ألف تحية لك ولأمثالك على الإنسانية والشعور الطيب النبيل، ولك كل حب واحترام، وقلت الحقيقة وأرفع لك القبعة، وأنت حرة وستبقين حرة. عبد العزيز: امرأة بألف رجل، محيي أصلها، كل التحية والتقدير لشرفاء هذا العالم. من هذه التعليقات مشاهدينا وهذا الفيديو اللي لاقى إشادة واسعة، ننتقل إلى فيديو أثار أو تصريح أثار غضب المتابعين. العدد الحقيقي للقتلى المدنيين في غزة هو صفر، هذا هو تصريح للمتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، تعليقا على قرار المحكمة الدولية بضرورة حماية أهالي غزة من أعمال الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل منذ 7 أكتوبر العام الماضي. I want to be very clear, and I know I've said this a million times, and you all probably sick of me following up on this, but that doesn't mean that we excuse any single innocent life lost. The right number of civilian casualties is zero, but there's no indication that we've seen that validates a claim of genocidal intent or action by the Israeli defense. مشاهدينا، نظمت حشود من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين مسيرة في أمريكا على جسر بروكلين، رافعين أعلام فلسطين ولافتات تطالب بوقف إطلاق النار فورا. في أوسلو عاصمة النرويج، متظاهرون مؤيدون لفلسطين قاموا بأداء تمثيلية تحاكي الانتهاكات التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد المعتقلين في غزة. مظاهرة أخرى من هولندا أمام السفارة المصرية، طالبت بفتح معبر رفح لإدخال المساعدات لقطاع غزة بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على القطاع. Okay.
Occupation no more! Occupation no more! 5, 6, 7, 8! 5, 6, 7, 8! Israel's a terrorist state! Israel's a terrorist state! Gaza, don't you cry! Gaza, Gaza, don't you cry! Palestine will never die! Palestine will never die! Stop bombing kids! Stop bombing kids! شهدنا لفتح معبر رفح نشطاء أتراك يتظاهرون يوميا في نفس التوقيت أمام القنصلية المصرية في إسطنبول لمساندة سكان غزة بسبب المجاعة وظروف غير الإنسانية التي يعيشونها يوميا بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر أيضا على القطاع. Mescid-i Aksa'nın kapılarında Hadi Ammar, hadi Ammar durma Ebabiller sana kanat çırparlar Hadi Ammar, hadi Ammar durma Ebabiller sana kanat çırparlar Süleyman seni seyreder sana شاهدنا وبعيدا عن هذه التظاهرات المساندة لغزة في تركيا قتل شخص في هجوم شنه مسلحان على كنيسة سانتا ماريا الإيطالية وسط اسطنبول خلال مراسم دينية يوم أمس الأحد وأدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الهجوم مؤكدا اتخاذ التدابير اللازمة للقبض على المسؤولين في وقت أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هذا الهجوم إليكم مشاهدينا لقطات مصورة من داخل الكنيسة تظهر اللحظات الأولى لهذا الهجوم شاهدينا هذا كل ما لدينا من أحداث متداولة في السوشيال ميديا لهذا اليوم شكرا لكل من تابعنا